مجال ومجال مقابل الدافع. ما هو المجال والمجال مقابل الدافع؟ كيف نوجده؟ لابد كل طالب يعرف كيف يوجد المجال والمجال المقابل للدافع. كذلك الدالة العكسية، عملية عمليات الدالة العكسية، ما هو مجال الدالة العكسية؟ المجال المقابل للدالة العكسية، وهكذا، ما راح نستعرضها الآن. راح نتكلم عن الأسس والقوة، وعن خصائص الأسس والقوة، ناخذ كم قانون في القوة، قوانين الجمع، جمع الأسس وضرب الأسس، اللوغاريتم، تعريف اللوغاريتم، هو طبعا الدالة العكسية للقوة بشكل عام. كيف يوجد اللوغاريتم؟ أخذنا أمثلة عليها. خصائص اللوغاريتم، ما هو خصائص اللوغاريتم؟ خذنا كل خاصية خذنا عليها مثال. أحب أؤكد أن جميع الأمثلة وردت في السلايدات مو معناتها راح تجيب اختبار، راح نغير من الأرقام، نغير أشياء كثيرة، لأن الهدف أن تكون فاهم القانون وليس الهدف أن تحفظ القانون أو تحفظ المثال. هذه نقطة أساسية، إذا حفظت المثال معناتها ما فهمت القانون. هذه طبعا أنا ما راح أرد على الشات الآن. أنا إلا بعد، لأن إذا أبدأ أرد على الشات ما راح أراجعكم. واضح؟ فأتمنى جميع التعليقات تكون في نهاية قبل نهاية المحاضرة الحصية. واضح؟ إذا خصائص الأساس والقوة، اللوغاريتم، اللوغاريتم العشري، ما هو اللوغاريتم العشري؟ إذا أعطيت اللوغاريتم العشري كيف توجده؟ هذه نقطة أساسية. واضح؟ تصرف عندهم مستاليات، عندك مستاليتين، تعريف مستالية اللي هو تتالي أعداد بطريقة منظمة، يكون كل حد والحد الآخر بينهم ثالث محدد. كيف مثلا توجد الحد السابع، الحد العاشر، الحد، كيف مجموع المستالية؟ المستالية الهندسية نفس الطريقة، ما هو أساس المستالية الهندسية؟ أخذنا بعض المثالين وأخذنا أمثلة على المستالية الهندسية. طبعا هذه بخصوص المستالية. أنا ما أدري الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ من الصوت واضح؟ ممتاز جدا. كذلك ضرب المقادير الجذرية، احنا أخذنا نقطة أساسية مثلا القاسم المشترك الأكبر، احنا أخذنا كم أمثلة تعريف القاسم المشترك، أخذنا مثال عليه. السؤال هنا، هل المثال اللي طرحناه في السلايد راح يجي بالضبط؟ لا ما راح يجي بالحقيقة، راح يجي أعداد غير، أعداد غير عن الموجودة اللي طرحناها في السلايد، لأن الهدف الأساسي أنك تفهم ما هو القاسم المشترك الأكبر، وليس تحفظ مثال ورد في السلايد. واضح؟ كذلك المضاعف المشترك الأصغر، ما هو المضاعف المشترك الأصغر؟ مثل هذا أعطيت تعريفين، تقوم بالمضاعف المشترك الأصغر لابد تكون قادر على إيجاد هذا المضاعف، بغض النظر عن أي عددين. وكذلك طرق التحليل، في طريقة اللي هو الثلاثة اللي هو التكعيب، حذفتها ليش؟ لأنها طبعاً موجودة في السلايد، لأن في صعب عرضها. حاولت. كذلك المعادلة الجبرية هي متغير واحد. المعادلة الجبرية طبعا إذا عندك معادلة تعريف المعادلة الجبرية أخذنا تعريفها. كذلك تكلمنا عن المعادلة الجبرية هي متغير واحد، معادلة مطلوب إيجاد قيمة المتغير، مطلوب إيجاد قيمة المتغير. كذلك معادلة الدرجة الثانية، كيف نوجد معادلة الدرجة الثانية؟ وإذا عندك نظام المعادلات كيف توجدها؟ إذا عندك معادلتين كيف تحل هذه المعادلة؟ والنقطة الأخيرة متباينة، إذا عندك متباينة كيف توجد؟ واضح؟ المصفوفات والمحددات، المصفوفات المحددة بشكل عام تكلمنا عن تعريف المصفوفة، عمليات المصفوفة، كيف تجمع المصفوفة؟ إذا عندك مجموعة مصفوفتين كيف تجمعها؟ كيف تطرحها؟ كيف تضربها؟ هذه ثلاث محاور. منقول المصفوفة، ما هو منقول المصفوفة؟ أن تحول الصف إلى عمود، هذا يسمى منقول المصفوفة. بخصوص المحددات، المحددات تكلمنا عن محددة 2-2، فثلاثة ثلاثة غير مضاربين بها لأنها تحتاج وقت، وكذلك تحتاج يعني وجدت فيها صعوبة على الطلاب، ففضلت أن أحددها للطلاب لصعوبتها. التفاوض والتكامل، طبعا احنا دخلنا النهايات والاشتقاق والتكامل، احنا الآن نبدأ في الدرس الآن. مجموعات الآن مثل ما تعرفنا، طبعا المجموعة هي طريقة، طريقة الوصف العناصر، والطريقة الثانية طريقة صفة كيف تصف العناصر، وخذنا أكثر مثال عليها. المجموعة المنتهية والمجموعة الغير منتهية، ما تكون مجموعة منتهية ومجموعة غير منتهية. الآن كذلك تسمية المجموعات، كيف نسمي المجموعة؟ إذا كان عندك إكس مسار، طبعا هي الصفحتين اللي ذكرتها لكم سابقا.
الانتماء هذه مهمة. ما وش معنى كلمة الانتماء؟ نقول الفجر ينتمي لمجموعة ايش؟ اذا مجموعة الصلوات الخمس. فنقول الانتماء اذا عند الجزء الاول هو الانتماء او لا ينتمي، اما ينتمي او لا ينتمي. ومفهوم الاخر اللي هو الجزئية وغير الجزئية، هل هو جزئي او غير جزئي؟ الجزء دائما يكون مع المجموعات، نقول المجموعة هذه جزئية من المجموعات، لكن انسى. لكن الانتماء العنصر هذا من الفجر ينتمي الى المجموعة وهذا. وقدم مثال مثلا السيسة 2 و4، اي عبارة تالي خاطئة، معناته 2 تنتمي للسي، نعم 2 تنتمي للسي، 7 لا تنتمي للسي صحيح، 4 لا تنتمي للسي صحيح، 4 لا تنتمي للسي، معناته الأربعة بالفعل تنتمي للسي. وهنا إذا الخاطئ اللي بدي عبارة خاطئة، لأن الأربعة تنتمي إلى السي وهكذا. تكلمنا كذلك عن مجموعة الجزئية ومجموعة الجزئية، إذا لابد الطالب يفرق بين المجموعة تعريفها طريقة وصفها، كذلك الانتماء العنصر ينتمي أو لا ينتمي، كذلك المجموعة جزئية أو غير جزئية، فهذه لابد المفهوم يكون واضح عند الطالب. المجموعة الجزئية اللي ذكرتها الآن، كذلك المجموعة الخالية، ما هي المجموعة الخالية؟ وتكلمنا عن طبعا الاتحاد، طبعا هي إلى هنا ننتقل للسلايد آخر. طبعا ملخص في طالب ما اذكر اسمه هي، لكن هو جالس يلخص المحاضرات اللي نزلها في المنتدى، تلخيصه جدا رائع صراحه وانصح به، لكن ما اطلعت على التفاصيل، يعني تفاصيل هل اللي كتبها صحيح او غير صحيح، لا، لكن اطلعت انه يلخص الملاحظات. اي نعم، هذا جاء فوق امريكا، نعم. فهو يلخص المحاضرات، ويبدو لي نزل المحاضرات جميعا في PDF واحد. واضح؟ أنا بعد بقفل الشات الآن. نعم بالضبط. الآن راح طبعا في نقطة أساسية اللي هي الاتحاد، بس ما حصلت السلايدات مع إني حصلها، اللي هو الاتحاد و إذا نرجع الآن نعم طبعا راح نرجع للتقاطع اللي ما حصلت سلايد لقيت الآن، راح بعد العلاقة هذه راح نتكلم عن الاتحاد والمجموعات. طبعا علاقة الزواج لابد الطالب يعرف ما هو تعريف الزواج، العلاقة بين العلاقة كذلك تعريف الدالة كيف تمثلها رسميا بين المجموعات، وكذلك لابد الطالب يعرف كيف العلاقة بين الدالة، هذا المجال وهذا المجال المقابل، هذا الإيش المجال والبي المجال المقابل، كيف نمثلها عن طريق الازواج المرتبه. طبعا بكفل بقصر الشاب اذا قبل بعد المحاضره راح نتكلم عنها ان شاء الله باذن الله. الان كذلك الداله، ما هي الداله؟ الاي تعتبر المجال والبي تعتبر مجال المقابل. كذلك كيف توجد المجال والمجال المقابل، تعريف الداله، هذه اشياء مهمه.
الازواج المرتبه للداله اللي هي مثل 1 سي و2 اي و3 بي و4 وسي، هذه كيف تكتب الداله على شكل ازواج مرتبه. كذلك متى تكون داله ومتى تكون ليست داله، هذه مهمه حقيقه. النقاط الاساسيه هذه الامثله هذه مهمه حقيقه، اختر الاجابه الصحيحه. ما هو مجال الداله؟ اذا اعطيت ازواج مرتبه كيف تجد مجال الداله؟ كيف تجد المجال المقابل لها؟ كذلك اللي هو صورة العنصر، كيف توجد عنصر العنصر؟ إذا عندي دالة أعطيك دالة قلت أوجد مثلا إف 2 سالب 2 أو عن طريق القانون العام، طبعا هذه اللي أخذناها كلها. جالس الآن أراجع بشكل عام على المنهج وأحدد اللي هي المفاهيم الأساسية لكل سؤال. مدى الدالة، كيف توجد مدى الدالة؟ هذه شيء نقطة أساسية. كذلك الدالة الشاملة، ما هي الدالة الشاملة؟ لازم تعريفها. كذلك كيف توجد الدالة الشاملة؟ والدالة الواحد لواحد. كذلك الدالة العكسية، ما هو تعريف الدالة العكسية؟ ما هو مجال الدالة العكسية؟ كيف توجد مجال الدالة العكسية؟ كذلك اللي هو المجال والمجال المقابل للدالة العكسية. الأمثلة هنا واضحة، إذا أعطيت مثال مثلا كنت أوجد سالب 1/10 وهكذا. هذه الدرس الثالث اللي هو المتغيرات والثوابت، ما هو المتغير والثوابت؟ مثال هنا واضح، إذا كان قيمة 3 إكس زائد 4، إذا كان أحسب قيمة إذا كان إكس 5، يعني تعوض قيمة الإكس مباشرة 5 وتجد أنها كم 16 وهكذا. الصورة الرياضية للدالة هذه مهمة، يعني إذا عندك دالة الصورة الرياضية لها اف اف تساوي اتش اكس، إذا قلت اف 10 كم تساوي معناتها 10 وهكذا. وأخذنا مثال هذا، إذا كان اف زد إلى زد معناتها زد من الأعداد الصحيحة إلى الأعداد الصحيحة، أوجد الاف اكس تساوي اكس زائد 1، طبعا إذا في الواحد كان معناتها تشيل الاكس تعوض بـ 1، تصير 1 زائد 1 بـ 2 وهكذا. كذلك الاف زد تساوي زد معروف بالقانون اللي هو اف اكس تساوي 4 اكس ناقص 2، فمعناتها اف الواحد يعني تشيل الاكس تعوض مكان 1، يصير 1 ضرب 4 ضرب 4 ناقص 2 ب 2 اللي هو اختيار دي وهكذا. طبعا هذه علاقه الدوال، اذا الدوال خلاص مايل الدوال تعريف الداله، تعريف العلاقه. كذلك المجال والمجال المقابل للداله، كيف توجد المجال والمجال المقابل للداله؟ كيف تستخدم اللي هو التعريف الرياضي للدالة والأشياء اللي ذكرتها سابقا. هذه لابد كل طالب يعرف كيف يوجد الأشياء هذه. واضح؟ ننتقل لسلايد الآخر. بس انت بس هذا السلايد يعني تحمل. من الاساس النقاط الاساسيه حقيقه لاي اختبار تدخل بشكل عام تركز على الاشياء اللي تعرفها، تحل شيء صعب يعني ما تعرفه ويحتاج وقت تترك الاخر شيء، حتى ولو انت تعرفه ويحتاج وقت اترك لاخر يعني سؤال، يعني اخر سؤال تحل. ففي امور كثيره تقدر تحلها مباشره، يعني تقدر تعرفها تحلها يعني يعني في وقت قصير جدا. فحل الاسئله كلها بعدين ارجع الاسئله عدد من الاسئله اللي ما حليتها وارجع لها حتى تكون ايش في اخر الوقت. واضح؟ هذه نقطه اساسيه. أنا ما أدري سلايد جالس يتحمل الآن. طبعاً السلايد هذا يعني ودي أتكلم عن يكون عن اللي هو مجموعة، اتحاد مجموعة، كيف إذا عندك مجموعتين كيف تتحد اتحاد مجموعتين تقاطعهم المتممة، كذلك اللي هي المجموعة الفرق. هذه مفاهيم عمليات عن المجموعات تقريبا ما يقارب 6 الى 5 مفاهيم، مفهوم الاتحاد، تقاطع، المتممه، الفرق. هذه لابد في الطالب يكون عنده القدره على ايجاد هذه العمليه، واضح؟ بغض النظر عن المجموعات اللي سوف تعرض. واضح؟ كذلك مفهومها، ما هو مفهومها؟ تعريفها، تعريف التقاطع، ما هو تعريف؟
التضارب. ومن هذه السلايد عندنا طلع عندنا يكون كذلك الأشياء الأساسية مجموعة الأعداد الحقيقية، ما هو مجموعة الأعداد الحقيقية؟ مجموعة الأعداد النسبية تعريفها، وكذلك مجموعة الأعداد الصحيحة والطبيعية. الآن ما هو الأعداد الزوجية؟ كذلك الأعداد الفردية، الأعداد مجموعة الأعداد الزوجية ما هي؟ الاثنين والأربعة والستة والثمانية، يعني اللي تقبل قسم على اثنين. ما عدا ذلك هي تعتبر أعداد فردية، ما عدا ذلك أعداد فردية. مجموعة الأعداد الأولية كذلك، مجموعة الأعداد الأولية كذلك الاثنين والثلاثة، الأعداد اللي تقبل قبل تقبل عذرا تقبل القسم على نفسها وعلى الواحد فقط. واضح؟ الآن أنا بفتح الشات بس أتمنى ما في سؤال، بس عشان إذا كان الصوت مو واضح أو الشات غير واضح. الشات الآن موجود، سلايد موجود على واضح سلايد لكم؟ واضح؟ نعم جد. كذلك مجموعة الأعداد الزوجية، ما هي مجموعة الأعداد الزوجية؟ مجموعة الأعداد الفردية لابد تكون واضح تعرف مجموعاتها. كذلك إذا كان عندك مجموعة إكس تنتمي الأعداد الزوجية والإكس من الاثنين والخمسة مثلا مثال، ما هو كيف تكتب هذه العناصر بطريقة اللي هو طريقة الرسم؟ فتلاحظ إكس من أكبر أو تساوي اثنين وأقل من خمسة، ما تساوي خمسة، معناته تصبح اثنين وثلاثة وأربعة. اثنين وثلاثة وأربعة. طبعا إذا هنا أكثر من مثال، ركزوا هذه النقطة مهمة، إذا كان إكس تنتمي لأعداد طبيعية، إذا تفرق إذا كان تنتمي لأعداد صحيحة أو تنتمي لأعداد طبيعية. مثلا إكس هنا تنتمي الإكس تنتمي إلى إن، فإذا كانت تنتمي إلى إن معناته وإكس أقل من أربعة، معناته إن تساوي واحد واثنين وثلاثة، اللي هو اختيار كم؟ وآتي وهكذا. الصوت أتمنى الصوت واضح. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ مثال هل هو سلايد واضح لكم؟ سلايد واضح؟ مثال جدا. ترى الوقت يداهمنا ودنا ننهي. كذلك مثلا نقطة اختيار عدد 20، عدد زوجي او اولي او فردي او غير نسبي، ودنا الاجابه. 20 عدد زوجي صحيح، ليس اولي وليس فردي وغير نسبي، واضح. اذا هو الاختيار القطعي. كذلك تقدر ثلاثة وهكذا. عملية المصفوفات مثل ما ذكرت قبل الاتحاد، هذا مهم يعني تفهم ما هو تعريفه وكذلك كيف توجد اي اتحاد مجموعتين. وكذلك التقاطع، يعني التقاطع آلية التقاطع، تعريف التقاطع وكيف توجد التقاطع، إذا أعطيت مجموعتين كيف توجد، هذه نقطة مهمة. كذلك الفرق، تعريف الفرق وكيف توجد الفرق، وكذلك طبعا حلول الأمثلة، المتممة، تعريف المتممة وكيف توجد المتممة. وأضف طبعا هذه طبعا هنا أمثلة. ننتقل للسلايد اللي بعده. إذا نقطة عمليات المجموعات ذكرت لكم باتحاد التقاطع المتممة الفرق، هذه مطلوب مني تعرف تعريفها وكيف توجد العملية عليها. واضح؟ أوكي. اختيار المحاضرة رقم ثلاثة. هذه المحاضرة. نعم هذه. أنا لو معك قلم وورقة تدون الملاحظات على كل سلايد، ملاحظات على كل سلايد. أجل تحمل طبعا المحاضرة اللي بعدها. حدث المحاضرة السابقة، أجل تتحمل شوي ياخذ وقت التحميل قدرا. اوكي لو سلايدات موجودة تقدر النقطة اللي بعدها هذول الأساس والقوة والغلش. مثل ما ذكرتم الأساس، الأساس عندي تعريف له، أول شيء تعرف مفهوم الأساس. الأساس الأولوس مثل 2+3 2+4 وهكذا، يعني 2+3 معناته 2 ضرب 2 وهكذا. وأخذنا أمثلة مثل 2+2 2+3، هذه مفهوم
قوى، وقبل قانون اللي هو اذا كان الاس الاساس واحد والاس مختلف مضروب في بعض، فلان عباره عن تجمع الاسس يصير ان زائد ام، واخذنا امثله عليها. كذلك قسم المقدار المقادير ذات الاساس الموحد، اذا عندك عندك مقادير ذات اساس موحد، اذا بدك تلاحظ هنا اكس اس ان تقسيم اكس اس ام، فنلاحظ ان الاكس اس تطرح الاسس، يطرح اللي تحت من فوق، تطرح ان ناقص ام. ناخذ مثال مثلا، تلاحظ 2 اس 6 على 2 اس 4، وش تسوي؟ الحل انك تاخذ 2 وتطرح الاسس، يصير 6 ناقص 4. اللي 6 ناقص 4 2، معناته 2 اس 2 اللي تساوي كم؟ 4، وهكذا. كذلك اذا كان ليس عدد مثلا اي وبي واي تربيع وبي، هذه مهمه حقيقه، اللي اكس 3 بي اكس تربيع على اكس 4، كيف توجدها؟ او تطرح تجمع الاسس بعدين تقسم. نأخذ مثال رفع القوة إلى قوة أخرى، إذا كان مرفوع قوة إلى قوة أخرى هذه تغلب تغلب الأسس، فيصير مثلا 3 أس 2 الكل أس 5، معناته إيش؟ 2 ضرب 5 اللي هي 3 أس 10، هذه لابد المفاهيم تكون واضحة عندك. كذلك هنا اللي هو حاط ضرب مقادير ذات القوة المشتركة، هذه مهمة حقيقة، لابد يعني تركزون عليها وتحلون الأمثلة عليها، يعني هذه المفاهيم الأساسية لها تطبيقات القانون، تطبيقات القانون اللي هي تجي في الأمثلة، مثال عادة أنه تطبيق للقانون، واضح كيف تستخدم القانون في حل هذه الأمثلة، هذه مهمة حقيقة بشكل عام في الرياضيات. كذلك اللي هو اكس اس سالب ان اللي هو 1 على اكس اس ان، ونعطيك أمثلة هذه الفرضة مهمة. تختار الإجابة الصحيحة، هذه أمثلة حقيقة، يعني هذه الأمثلة أمثلة دائما تطرح في السلايد، هذه تطبيق على القانون، فلا بد تكون فاهم المثال وليس حافظ، هذا أقصد النقطة الأساسية، أنك تفهم المثال وليس حافظ المثال. المقدار مرفوع القوة الصفر، طبعا أي شيء مرفوع للصفر يساوي واحد، هذا القانون معروف، وأخذنا أمثلة هنا، لا بد تكون مطلع، هذه أمثلة مهمة جدا، ليش؟ لأنها تطبيق لإيش؟ للقوانين الموجودة. اللوغاريتم اللي هو عكس القوة، مثلا لوغاريتم 2 8، لوغاريتم 8 لساس 2، ما هو العدد اللي صار مرفوع 2 على 8 اللي هي 3، اللي 2 اس 3 يساوي كم؟ 8، هذا مفهوم اللوغاريتم. كذلك هذه أمثلة مهمة حقيقة لأنها تطبيقات على اللوغاريتم، وأؤكد ليس حفظا، لازم تفهم كيف هذه الأمثلة جت. واضح؟ وهذا قانون اخر اللي هو لوغاريتم اي الاساس اس ان، الاساس اي يساوي كم؟ ان. لوغاريتم الاي الاساس اس ان، الاساس الاي يساوي ان. واضح؟ الثالث ثالث لوغاريتم 10 ان الاساس يكون 10، واخذنا امثله عليه، المطلوب منك يعني تفهم ما هي كيف في الامثله وليس تحفظها. هذا السلايد، هذا خصوص القوه والاساس اللوغاريتم، اذا التعريف تعريف قوة، قوانينها تعرفها تحفظها، تفهم كيف طبقت هذه القوانين وليس تحت النقطة الأساسية. تفهم وليس تحت. واضح؟ كذلك تكلمنا عن ربما ترى محاضرة رقم 4 الآن. أوكي أنا مستعد، ليش؟ لأن الوقت يداهمنا، بحاول يعني نغطي المحاضرة، بحاول أغطي المحاضرة جميعا، طبعا جالس أحمل الآن، طبعا بخصوص المحذوف أنا جميع السلايد هذا مضارب يمكن، واضح؟ كذلك المتساليات، ما هي المستاليات؟ المستاليات طبعا تكلمنا عن المستاليه، هي اللي هي عباره عن مستالي اعداد ترتيب معين، مثلا 1 و3 و5 و7. اذا تعرف ايش الاساس؟ الاساس من 1 و3 يعني 3 ناقص 1 يساوي كم؟ 2. اذا الاساس كم؟ 2، يعني في كل مره تضيف كم؟ 2، هذا هو مفهوم المستالي. اذا قلت اوجد المستاليه الحد مثلا 20، يعني كل مره تضيف 2 تضيف 2 حتى تصل الحد 20. طبعا اخذنا امثله، اخذنا الاساس، عرفنا الاساس عن المثاليه، واخذنا امثله عليها. اتمنى يعني تركزوا على هذه الامثله تحلونها لانها تطبيق على التعريف السابق.
كذلك اخذنا الاستاذه لها الحسابيه، تعريف المفتاح الحسابيه، واخذنا امثله عليها. اتمنى ان تفهموا من هذه الامثله. وتكلمنا عن المتاليه الهندسيه. المتاليه الهندسيه هي عباره عن قسم وليس ضرب. حسابيه تجمع، اذا المتاليه الهندسيه التي قاعده الانشاء هي ضرب حد السابق وعدد معين. لاحظوا المتاليه اساسها عباره عن قسمه الحد، حد على الحد السابق، يعني اثنين على اي واحد، واضح؟ يعني اذا كان الحد عندك 9 والسابق 3 تصبح 9 تقسيم 3 اللي 3، اذا الاساس كم هي يساوي 3 وهكذا. وفي امثله هنا محلوله، اتمنى يعني تراجعونها. نشكر يعني رابع اللي قاموا بتلخيص هذه السلايدات. طبعا انا حقيقه ما اطلع على السلايدات بالتلخيص بدقه، لكن بشكل عام يعني هو لخص جميع السلايدات على شكل فيديو وبترتيب رائع جدا، فنشكره حقيقه. الحد العام للمستاليه الهندسيه، طبعا لازم تفهم الحد العام، لابد تحل هذه الامثله. مثلا الحد الخامس المستالي، لان اذا اعطيت المستالي 1 و3 و9 ما هو الحد الخامس؟ واضح؟ كيف توجد الحد الخامس؟ عن طريق القانون، القانون اللي موجود هنا. الحد الخامس عباره عن ايش؟ اي ان، لاحظون هنا قانون اللي هو اي ان تساوي اي ان هنا 5، معناته اي 1 اي 1 ار ان ناقص 1. فتلاحظ الان هنا 5، معناته 5 ناقص 1 4، واي 1 معطى، والار تقسم الحد على الحد السابق باختلاف. نعم، فباستخدام هذه الطريقة تستطيع إيجاد الحد اللي هو الحد الخامس. هذا مثال، لازم تفهم كيف توجد الحد الخامس. واضح؟ هذا هو درس المتساليات بشكل عام. إذا النقطة الأساسية كيف توجد المتعارف المتسالية؟ كيف توجد الحد الخامس السادس السابع المتسالية الحسابية والهندسية؟ ما هو أساس المتسالية الحسابية والمتسالية الهندسية؟ والامثله تركزون عليها، لان هذه تطبيق ليش القوانين الذي عرف. واضح؟ محاضره رقم 6 المعادلات والمتابعات، وذكرنا اجابات المتابعات. طبعا ملخص اتوقع احد الطلاب قام تركيز من سلايدات جميعا، قام ترتيبها فقط وقام تلخيصها وملخصها بالتاج. نعم، انا حقيقه ما اطلعت عليه، ما قرات بالتفصيل هل يوجد فيه اخطاء او لا، لكن ملخص بشكل جدا رائع، بشكل جدا رائع يشكر عليه حقيقه. اوكي، جالس ننتظر اللي هو سلايدات المعادلات والمتباينات. مثل ما ذكرتكم المعادلات عندك ثلاث محاور اساسيه، عندك محاور اساسيه. اول شيء كيف تحل معادله من الدرجه الاولى؟ كيف تحل معادله من الدرجه الثانيه؟ معادله جبريه. طبعا اذا عندك معادله، لاحظون اذا عندك معادله تعرف مفهوم المعادلات، مفهوم الدرجه الاولى من الدرجه الثانيه حدودها، كيف توجد حد المتغير وغيره. كذلك حلها، كيف توجد حلها؟ حل المعادله. فنعطيك مثال هنا، مثال واضح معادله كيف وجدنا حلها. وهنا مثال، مثلا هنا المعادله بالدرجه الاولى كيف نريد حلها. طبعا واضح، حل معادله الدرجه الثانيه، حل معادله الدرجه الثانيه. طبعا اذا عندك معادله الدرجه الثانيه عن طريق التحليل، وردني سؤال كيف عن طريق التحليل. مثلا هنا اكس تربيع زائد اكس ناقص 6 يساوي 0. اذا القانون اللي ذكرته قانون عن طريق التحليل، قانون واضح، حاصل الضرب الجذرين يساوي الحد المطلق، وحاصل جمع الجذرين يساوي سالب معامل اكس، حاصل سالب يساوي سالب معامل اكس. فاذا مثلا ناخذ مثال هنا لو اكس تربيع زائد اكس ناقص 6، اذا حاصل عددين، حاصل ضربهم سالب 6 وجمعهم سالب معامل اكس، سالب معامل اكس 1، اذا السالب يصير سالب 1، يصير سالب 2 في 3 سالب 6، اجمعهم سالب 2 زائد 3 موجب 1، اذا يعتبر سالب اللي هو سالب 1 اللي هو اذا الناتج
سالب 2 وسالب 3 واضح؟ طبعا انت تلوي عليها امثله حالات خاصه طبعا حالات خاصه للمعادله الثانيه المتباينات مهمه ما هي المعادله الفلانيه كيف تحلها عن طريق اي طريقه تعيش الحل وذكرنا سابقا عن طريق ثلاث طريقه الحل وذكر طريقه الحل الموجوده هنا فكل طالب لابد يعرف كيف ايجاد هذا الحل مثلا هنا اوجدنا الاكس ب 4 والواي ساوي 1 هنا معادلتين اكس زائد واي ساوي 5 واكس ناقص واي ساوي 3 معناته هنا عددين جمعهم 5 وطرحهم كم 3 يعني بشكل عام حتى بدون حذف تقدر توجدهم ما هو العددين اللي تجمعهم يعطيك 5 تطرحهم يعطيك كم 3 اللي هو الواحد والاربعه 1 زائد 4 كم 5 و4 ناقص 1 كم 3 إذا طريقة عددين جمعهم 5 وطرحهم 1 اللي هو ايش؟ الواحد والأربعة. كذلك تكلمنا عن المتباينات، ما هي المتباينات؟ كيف توجد المتباينة؟ هذه مهمة. إذا عندك متباينة كيف تجد قيم الإكس؟ هذه مهمة جدا. واضح؟ طبعا هذه ننتقل للسلايد اللي بعده. المصفات المحددات، ما هي المصفات المحددات؟ هذه مهمة حقيقة. تعريف المصفة واضح على السلايد تعريفها أنها عبارة عن مجموعة أعداد حقيقية مرتبة بشكل صفوف واحدة. كذلك شكلها إذا كان M في M يعني مربع عدد الصفوف تساوي عدد الأعداد. كذلك هي المصفة الوحدة اللي هي الفصل تساوي واحد والبقية العناصر تساوي كم؟ صفر. المصفوفه المبذره لانك تبدل الصف بايش؟ في العمود، مثلا عندك اثنين مصفوفه ايش؟ تساوي 2 و1 تساوي 3 و6 و3 وسالب 9. فتبدل الصف يصبح عمود، 2 و1 تساوي 3 يصبح عمود، و6 و3 وسالب 9 تصبح ايش؟ عمود. عمليه المصفوفات تجمعها جميع الجمع الطبيعي، يعني كل عنصر تجمعها في اللي قابله، وتطرح كل عنصر تطرحها في اللي ايش؟ في اللي قابله. واضح؟ ضرب مصفوفات عدد انك تضرب العدد في جميع العناصر داخل المصفوف. ضرب المصفوف في المصفوفة طبعا تضرب الصف في العمود احنا شرحناه يحتاج وقت لذلك راح اتركه. المحددة فقط 2 في 2 المحددة 2 في 2 واخذنا مثال عليها. إذا عندك محددة A 2 و 3 و 4 و 2 و 1 تضرب 3 في 4 12 و 2 في 1 2 إذا 12 ناقص 2 تساوي كم؟ هذه لابد تعرفونها. لا انا ما اقول مهم لان معناته ركزوا انا جالس اتكلم عذرا انا جالس اتكلم بشكل عام عن المنهج النقاط الاساسيه المفاهيم الاساسيه في المنهج القوانين والتطبيقات واضح؟ فجميع اللي موجود في السلايد مهم حقيقه لكن جالس نلخص النقاط الاساسيه في المنهج والتعريف الاساسيه في المنهج واضح؟ مو معناته اذا قلت مهمه معناته مهمه تجي باختبار او انها غير مهمه واللي ما قلنا غير مهمه معناته ما راح تجي باختبار هذه نقطه اساسيه الجميع يعرف يعني. كذلك اوجد قيمه المتغير هذا مثال طبعا جميع الامثله ذكرتها تطبيق للقوانين اللي وردت. ننتقل للسلايد اللي بعده. النهايات طبعا لان البقيه من الوقت قليلا فودي بس اعالج على نقاط مهمه، النقطه الاولى ودي اتكلم عن النهايات مثلا، لازم تعرف ما هي النهايه، كيف تعرف النهايه؟ كيف توجد النهايه؟ احنا اخذنا في السلايدات كيف ايجاد النهايه، اذا اعطيت داله معينه اوجد نهايه الداله عندما اكس تقترب من عدد معين، تقترب من 2 تقترب من 3. فعندك طرق منها التعويض المباشر في الداله، والطريقه الاخرى عن طريق ايش؟ الجدول. او عن طريق التحليل وكل هذه اخذنا امثله عليها واضح وكذلك المفاهيم مفهوم النهايه ما هو النهايه تعريف النهايه فهذه لابد الطالب يكون ملم بالاشياء هذه واضح الاشتقاق ذكرنا سابقا عن الاشتقاق من الوقت اللي دعمنا الان بترك من الاسئله راح اشرحها بشكل عام الاشتقاق ما هو الاشتقاق تعريف الاشتقاق تعريف قوانين الاشتقاق تطبيقها قوانين على امثله على دوال معين هذه الاشتقاق كذلك اللي هو النهايه التكامل
تعريف التكامل، قوانين التكامل، هذه الاشياء الاساسيه في المنهج، هي الاشياء الاساسيه في المنهج، لذلك ما راح نستعرضها. اذا نفس ما ذكرتكم، الاشتقاق، تعريف الاشتقاق، ما هو الاشتقاق، تطبيقات الاشتقاق، قوانين الاشتقاق. خلينا امثله عليه. هذه مهمه. امثله في الاشتقاق اللي هي التطبيق على قوانين الاشتقاق. المطلوب الطالب يعرف الاشتقاق والنهايه والتكامل، يعرف تعريفهم، يحل الامثله ويكون عنده ما يحفظ الامثله، يفهمها كيف جاءت هذه الامثله. لان الامثله هي اللي تجي عاده في الاختبارات النهائيه. وكذلك التعريف قد يجي تكمله تعريف قد يكون، فلا بد تكون تعرف كيف تطبق هذا القانون في على امثله معينه. هذه نقطه اساسيه، سواء في النهايه او الاشتقاق او التكامل. الان الاسئله مطروحه للجميع، اللي حاب يسال تفضل. اللي حاب يسأل تفضل. طبعا فيه سؤال ورد في المنتديات العامة خصوصا. نعم طبعا المحاضرة مسجلة. فيه استاذ خصوصا القاسم المشترك والقاسم المشترك المضاعف. المشترك رديت عليه المنتدى العام بخصوص الموضوع هذا ومشروحة في سلايدات طبعا محلولة في أمثلة محلولة بطريقة يعني في التفصيل كذلك. انا كما ذكرت يعني ما اقدر اقول لك بيجي باستمرار او لا، انا جالس اشرح المنهج كامل، اهداف المنهج، النقاط الاساسيه في المنهج، الاشياء الاساسيه ايش في المنهج، انا جالس اشرح يعني ما اقدر اقول لك هذه تجي ولا ما تجي، الاسئله اللي تجي بالشكل هذا ما راح ارد عليها. ذكرت طريقه الاسئله، عندك 40 سؤال اختياري، عندك 8 فصول، عندك تقريبا 10 فصول تقريبا. معناته تقسم هذه الفصول، عدد الفصول هذه على عدد الاسئله، معناته كل فصل يجي منه فقرتين ثلاث الى اربع قد تصل الى خمس. واضح؟ طبعا قوانين محدده ونشكر نشكر كذلك من قاموا بتلخيص هذه المحاضره كامله او تنزيلها بطريقه مرتبه موجوده، لاحظت انهم مرتبين هذه القوانين بشكل جدا رائع. واضح؟ مثل ما ذكرت لكم هي 40 فقرة اختيارية. قد يرد فيها صعب خطأ لكن هي اختبار عادة تكون اختياري أو صعب خطأ. عادي إذا عندك 40 سؤال والدرجة من 100 معناها تقسم 40 على 100 تقدر تجد كم الفقرة عليها كم درجة. ذكرت لك السهولة والصعوبة، احنا وضعنا اختبار بناء على أهداف المنهج، نقرر أهداف معينة نضعها لابد الطالب يكون محقق هذه الأهداف. لكن أنا دائما ما أميل للصعوبة، أميل إلى تحقيق الأهداف. الطالب يفهم القانون، كيف يطبق القانون؟ وليس يحفظ، هذا مهم بالنسبة لي. واضح؟ هذه مواضيع ثانيه يهمك انك تفهمي التعريف مو تحفظين، انك تفهمين التعريف مثلا تعريف النهايه، مثلا تعريف القاسم المشترك الاكبر وش تعريفه؟ مو ضروري تحفظين تفهمين. طبعا الرياضيات كلها مسائل، لا بس تجي مسائل. واضح؟ التعريف عادة بشكل عام يعني كخبرة تعريف تجي ربما يجي فقرتين ثلاث أربع فقرات، يعني ما يتعدى هذا التعريف الأشياء هذه، لأن المنهج رياضي فلا بد يكون التعريف يعني تواجدها قليل مو كثير، هذه النقطة أساسية بشكل عام في تخصص الرياضيات. نعم طبعا الاشتقاق عندك تعريف الاشتقاق، ما هو الاشتقاق؟ القوانين كيف تطبيق هذا القانون؟ انتم تسامحوني اذا قصرت في اي يعني معلومه او قصرت في اي شيء حقيقه، هذه اخر محاضره ونتمنى لكم توفيق سعيد.
في أي سؤال تسأل؟ بخصوص تصحيح اختبار، طبعا تصحيح آلة، طبعا تلاحظون أنه عبارة عن اختيارات يدرج في آلة وتطلع النتائج في الدايركت مباشرة، وتصدر النتائج مباشرة من الآلة إلى تعلن مباشرة، يعني ما في أي يعني مجهود ذكري يدخل فيها، كلها تسحب النموذج الأجوبة تدخل في الآلة تصدر مباشرة للتدقيق وتعلن النتائج. مثل ما ذكرت لكم عندكم فصول وعندك 40 سؤال، تقدر توزع الفصول هذه على 40 سؤال، قد ينقص او يزيد حول هذه الفقره. فمثلا عندك فرصه انها تتفاهم في هذا الشيء، مو ضروري انك يعني الوقت داهمكم، فمو ضروري انك تضيع وقتك في الفصل هذا، ركز على الفصول انت فاهمها، فالامثله عليها كثير. ترى اليه كيف تعامل في الاختبار. اذا مثلا في فقره ما تفهمها ابدا، مو ضروري انك تضيع وقتك فيها. انتقل الفقره اللي بعدها، افهم الفصل اللي بعده، افهم مثلا تقريبا 90%، اذا 10% ما تفهمها يعني في الاختبار راح تجاوب على 90%. بس السؤال هنا لا تضيع وقتك في الفقره ال 10% هذه. تجي الاختبار اللي انت يعني استطعت تفهمه ما راح تفهمه، وهذه اشكاليه، وهذه من اليات الاختبار كيف تتعامل مع الاختبار. واضح؟ طبعا أنا استثمار في سؤالية السؤال، طبعا أنا جالس الحين أعطيكم آلية اختبارات كيف الأشياء اللي صعبة عليك، مثلا عندك فصول، ما أدري تقريبا عندك فصول، إذا عندك فصل ما تفهمه مو ضروري تضيع وقتك فيه. ركز على الأشياء اللي فاهمها وحل فيها. واضح؟ أوكي. في أي سؤال استفسار بخصوص اختبار؟ بظن هذه موضوعات خاصة تماما ما راح يجاوب عليها خصوصا من يضع الاختبار وغيره. اوكي انتم اتمنى لكم التوفيق جميعا، حقيقة انا اعتذر من اي تقصير حصل منا. الكلام بوجه الله سبحانه ونحاول انه اجتهدنا والتوفيق من الله سبحانه. فنشكركم جميعا ونتمنى لكم كل التوفيق في اختباركم.